إلى الأولمبياد القادمة، أولمبياد بكين القادمة. خلينا برضو نطمن على منتخبنا الأولمبي مع واحد من اللي كانوا دائما متواجدين خلال الفترة السابقة مع منتخبنا الأولمبي، مصطفى شوبير. نطمن منه برضو، كان متواجد لغاية قبل المعسكر تقريبا بأسبوع ولا 10 أيام. مصطفى ازيك؟ كابتن اسلام، ازي حضرتك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كابتن، ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبي، ودايما موفق. وطبعا انا متاكد طبعا ان انت زعلان لعدم وجودك مع المنتخب الاولمبي، ولكن في النهايه لعيبه الكره بتزعل وكل حاجه، ولكن في النهايه اعتقد ان المسانده واجبه في مثل هذه الظروف. طبعا يا كابتن، احنا كلنا واحد، طبعا الواحد لازم يتضايق، كان نفسه يبقى موجود ونفسه يعمل حاجه، بس الحمد لله في رجاله تانية موجودين، وفي ناس تستحق برضو، احنا كلنا نستحق، واللعيبه في اعلى التركيز. وانا كنت في المعسكر الاخير معاهم اللي هو في العين السخنه، المعسكر اللي فات ده بتاع البطوله، وكنت معاهم، وكنا دايما احنا متفقين من اول يوم، احنا عارفين احنا داخلين هنعمل ايه، وعارفين ان احنا ان شاء الله داخلين من اول ماتش لاخر ماتش لازم نكسب كل الماتشات البطوله على ارضنا، وده طبعا حاجه بتعمل ضغط عليك، بس في نفس الوقت بتديك حافز. وكمان رحت للعيبه انا امبارح المعسكر، لان انت عارف. طمنا بقى على الجزئيه دي يا مصطفى، طمنا على الجزئيه دي. لا والله يا كابتن، المعسكر مقفول عليه كويس جدا، كابتن شوقي يتدارس كويس جدا، وعارف انت بتتكلم على كابتن شوقي، واحد خبره كبيره جدا طبعا، فهو طبعا عارف يدير الموقف ازاي، وعارف يتكلم مع اللعيبه ازاي. انا رحت لهم امبارح اسلم عليهم، كان في العشاء في نظام، في لا بصراحه الناس عامله شغل وشغاله، ومن وانا لما انا كنت موجود كان نفس النظام برده، ما فيش اختلاف. يمكن انا المره دي بقى رحت لهم كايه، يعني انا على طول احنا على طول معاهم فريق، انا رايح لهم معاهم فريق، بس معاهم بدرجه مشجع بقى، ان انا رايح اشجعك وانا اول واحد ابقى موجود، ولازم كنت اروح لهم امبارح، ورايح لهم اهو في الفريق داخل على الملعب اهو يا كابتن، وان شاء الله يكون الفوز من نصيبنا، والبطوله ان شاء الله تكون من نصيبنا يا كابتن. مصطفى، الفتره اللي فاتت الكل عارف ان هي مباريات صعبه جدا مع الثلاث منتخبات اللي هيلاقيهم منتخبنا الوطني، ولكن منتخبنا الوطني الاولمبي طبعا، ولكن المباراه الاولى دائما هي اللي بتعطي الانطباع. المباراة الأولى مباراة صعبة، مباراة منتخب مالي، واحد من أفضل وأهم الفرق في المنتخبات القارية الإفريقية تحت 23 سنة، عندهم مجموعة جيدة من اللاعبين، عندهم أليو ديانج لاعب النادي الأهلي اللي متواجد مع منتخب مالي. بيفكروا أو اللاعبين بيفكروا إزاي مع جهازهم الفني خلال الفترة اللي فاتت عن هذه المباراة اللي هي هتدي أو هتفتح الباب للمباريات القادمة مصطفى؟ انا شفت ان هو كابتن شوقي كان محضر لنا فيديوهات لفريق مالي، يمكن انا ما لحقتش اتفرج، بس انا عارف ان هو عامل محاضرات كتير، عاملين دايما برضو في جروب على الواتساب بيبقى فيه التعليمات، فانا دايما ببقى متابع بطمن عليهم، بلاقيهم دايما كاتبين يلا المحاضره، يلا كذا، يلا الصلاه، فهم بصراحه مركزين يا كابتن على اعلى مستوى، ودارسين منتخب مالي كويس جدا، وان شاء الله يكون التوفيق من نصيبنا. هم طبعا عندهم لعيبه كويسه جدا، ومنتخب مالي منتخب كبير، بس انت منتخب مصر واسمه اكبر بكتير يا كابتن، وهو عنده أليو ديانج طبعا معانا في النادي الاهلي ولعيب كويس جدا واضافه ليهم، بس في نفس الوقت انت معاك رمضان صبحي، وانت معاك صلاح محسن، ومعاك عمار، ومعاك لعيبه تقيله برضه يا كابتن. تمام. احنا ما بنقللش منهم طبعا، هو منتخب كبير جدا، بس احنا كمان اسمنا كبير يا كابتن. مصطفى، انت دلوقتي رايح الاستاد، الاجواء حوالين الاستاد عامله ازاي لو كنت وصلت يعني؟ لا انا خلاص، انا يعني داخل على الاستاد يا كابتن، بس انا شايف ان في زحمه، يعني النهارده الجمعه المفروض الدنيا تكون اروق من كده، بس واضح ان في ناس كتير هتروح، الدنيا فيها شويه زحمه كده، انا لسه ما دخلتش حوالين الاستاد يعني. بس لا ان شاء الله انا متفائل خير، والناس كلها متفائله خير، وطول ما انا ماشي برضو لو حد بيشب عليا كده في الشارع يقول لي ربنا معاك ومش ربنا معاك، اللي هو حتى بيحطني ان انا كنت موجود معاهم، فبيدعي لي وبيتمنى، دايما كلنا بنتمنى للمنتخب انه يعمل حاجه كويسه، وكلنا في ظهر المنتخب من اول ماتش لاخر ماتش ان شاء الله يا كابتن. مصطفى، اخيرا المسانده الجماهيريه هل هتفرق بالايجاب ولا بالسلب؟ بمعنى لا بالايجاب طبعا يا كابتن. المباريات في الدوري معظم اللاعبين بيلعبوا فيه، او كل اللاعبين في منتخبنا الاولمبي بيلعبوا فيه، ما فيهاش جماهير، هل تفتكر ان ده من الممكن ان يؤثر بشكل سلبي على منتخبنا الاولمبي ولا لا؟ لا يا كابتن، دول لعيبه كبيره، وانت ما بتتكلمش على لعيبه صغيره كابتن ناشئين، لا دول لعيبه كلها بتلعب درجه اولى، ولعيبه كلها منهم كتير اللي لعب قدام جمهور، وحتى اللي ما لعبش قدام جمهور هو بيلعب في نادي كبير ونادي مش قليل، فهو واخد دايما على الضغط وواخد على الاجواء دي، ولو هو كابتن مش كده يبقى ما ينساش التيشيرت، وما فيش حد فينا كده، ما فيش حد اللي موجوده كده ولا الناس اللي ماشيه حتى، كلنا قد المسؤوليه دي، وكلنا الجمهور ده بالعكس دي حاجه تساعدنا وتبسطنا لما الجمهور يجي، وحتى لو اول ماتش في ناس كتير ممكن ما تبقاش عارفه تدخل نظام الفاي دي وتذكرتي وكده، فلازم نناشد الناس اللي عنده يعمل شير لفيديوهات تسهل للناس ازاي تدخل الماتش،
انا عن نفسي احاول انزل عندي الفتره اللي جايه على قد ما اقدر، وبقول لاصحابي ودايما بخلي اصحابي يعملوا فان اي دي، وبحاول اخد اصحابي معايا الماتشات لان لازم يبقى في دعم جمهور يا كابتن للمنتخب. اخيرا يا مصطفى، مين اللي هيلعب النهارده في حراسه المرمى، عرفته ولا لسه؟ كابتن لا معرفش. لسه مفيش اي اخبار. لسه معرفش يا كابتن. عموما انا بشكرك جدا كابتن مصطفى شوبير نجم النادي الاهلي وحارس مرمى منتخبنا الوطني الاولمبي، اللي كان لغايه وقت قريب جدا مع